الراجل ده اسمه إريكس براجو. عمل ايه الراجل ده؟ الراجل ده شق لسانه نصين علشان في ناس كتير تقلده. حول نفسه لسحلية بشرية عن طريق ان هو رسم وشم على جسمه لمدة 700 ساعة. تخيل واحد بيرسم وشم على جسمه 700 ساعة، ده كان بيعمل ايه؟ كمان زرع قرون فوق حواجبه الاتنين، كل حاجب زرع فوقه حاجة كده زي القرون، 5 قرون، عشان يبقى وشه شبه السحلية البشرية. وكمان عمل حف اسنانه لغاية ما بقت زي الانياب بالظبط، زي انياب الحيوانات، وكل جزء في لسانه بيتحرك بشكل منفصل عن التاني وبيتكلم طبيعي جدا. ووسع كمان شحمتين الاذن دول، طولهم وسعهم كده، خلاهم شكلهم غريب. حتى فتحتين الانف برضه وسعهم. عنده قدرة غريبة مش موجودة عند حد، ممكن يدق مسمار هنا، ممكن يدخل حاجة من انفه وتعدي من الناحية التانية، وله في خلقه شؤون. لدرجة ان الناس شبهته كأنه سحلية بشرية من كتر الوشم اللي على جسمه ومن كتر الحاجات الغريبة اللي في وشه.